بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين متابعي برنامج بيتر بيور، أهلا بيكم في حلقة جديدة من البرنامج. بفكركم بأهداف بيتر بيور اللي هو إلقاء الضوء على الطب البيطري وصحة وسلامة البروتين الحيواني، وإن يكون صالح للاستهلاك الآدمي، وأيضا بيلقي الضوء على الأمراض المشتركة اللي ممكن تنتقل للإنسان من الحيوانات، سواء كانت الحيوانات الأليفة اللي بيربيها في منزله زي القطط والكلاب، أو الحيوانات اللي بيربيها في مزرعته زي الخيول والأبقار والأغنام والماعز. بيطري بيور هو برنامج الأسرة المصرية والعربية، لأن أكلك معانا إن شاء الله تاكلوا لحمة مضمونة، معانا هنتخلص من إيه؟ من فيروس كورونا بالتعليمات اللي بنقولها، وإحنا طبعا بنتبع منهج فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. النهاردة هنتكلم على ثلاث رسائل ماجستير تم مناقشتهم في خلال الشهر فات كده في كلية الطب البيطري جامعة بنها كليتي. هنتصل بالناس وهنشوف خلاصة الرسالة أو البحث وكواليس رسالة الماجستير، وقد إيه المعاناة اللي بيعانيها الباحث علشان يوصل لنا بمعلومة أو توصية واحدة مفيدة لحياتنا. ولكن في البداية الركن الاجتماعي للبرنامج بيدعو الله عز وجل أن يتم شفاء الأستاذ عماد فوزي محمد السيد، ربنا يا رب يتم شفاؤه على خير إن شاء الله. أيضا الركن الاجتماعي بيقدم التهنئة لمذيع البرنامج سابقا يعني المهندس عمرو عاطف العشماوي وزوجته المهندسة هدير حاتم. يا ريت المخرج فيه فيديو اسمه اجتماعي ينزله. لحد ما ده يحصل احنا هنتكلم هنشوف فوائد الايه. طب ماشي اوكي اتفضل. ورجعنا لكم تاني عشان نشوف الابحاث والرسائل الماجستير اللي اتناقشت ونستفيد منها ازاي. فكانت الرساله الاولى للدكتوره دوله محمد حافظ. دكتوره دوله محمد حافظ بتشتغل في اخصائي رقابه دوائيه بالهيئه القوميه للرقابه والبحوث الدوائيه منذ سنه 2009، وعملت كرئيس الشعبه العامه للرقابه والبحوث الدوائيه منذ سنه 2018 حتى الان. الدكتوره دوله محمد حافظ طبعا من مواليد المعادي في القاهره. دكتوره دوله محمد حافظ كان عنوان رساله الماجستير بتاعتها الدراسات النسيجية والتركيب الخلوي المناعي والدقيق للقدرة التحسينية للمستخلص الأورجانو،
فولجاري اللي هو البردكوش أو الاسم الصح بتاعه مردكوش البري الإيثانولي ضد التسمم الكبدي والعقم الناجم عن الدوكسي سايكلين في الجسم الحي. يعني لما نشوف كده مثلا الباحثون في ايه في هيئة الايه الرقابة الدوائية وهم بيشتغلوا على المضادات الحيوية بجرعات عالية على فئران التجارب وبعدين بيشوفوا هل ممكن احنا مضطرين ناخد المضاد الحيوي علشان البكتيريا او حتى لو كان في مرض فيروسي فبيضعف المناعة فالبكتيريا ممكن يحصل سكندري بكتيريا الانفكشن او عدوى بكتيريا ثانوية فمضطرين ناخد مضاد حيوي. فالمضاد الحيوي ده هو ممكن ايه يعمل لنا مشاكل لو كان طول الاستخدام او كانت الجرعة زايدة. طب هل في ممكن مركبات طبيعية تحسن او تقلل اثر الضرر بتاع المضاد الحيوي؟ ايوه وده كان عنوان الرسالة اللي هو الايه البردكوش البري او مادة الايه الاوريجانو فولجاري وبالذات المستخلص الايثانولي بتاعه. يعني الدوكسيسايكلين كمضاد حيوي لما اتاخد بجرعات تجريبية في فئران التجارب البيضاء اللي هي الالبينو راتس عمل مشاكل في الكبد وعمل مشاكل في الخصية نتج عنها ايه عنها عقم. ولما استخدم البردكوش البري حسن اداء الكبد وحسن اداء الخصية وبالتالي قلل الاثر الضار بتاع الدوكسيسايكلين. لو الدكتورة لو المخرج قدر يعمل لنا مداخلة مع دكتورة دولة حافظ كانت طبعا هتقول لنا عن الحاجات دي بالتفصيل وكانت هتحكي لنا عن تفاصيل البحث وكواليس رسالة الماجستير وازاي انها نهجت هذا النهج في البحث العلمي وفي الرقابة الدوائية علشان نرجع تاني نقول البردكوش البري او الأورجانو له فوائد عظيمة جدا على الكبد وعلى الخصية لعلاج العقم حتى لو كان ده تأثير ضار من الدوكسي سايكلين. طبعا الرسالة دي كانت في كلية الطب البيطري جامعة بنها كانت تحت إشراف الأستاذ الدكتور إيهاب محمود عبد العالي الزغبي والأستاذ الدكتور حسام فؤاد عطية وكيل الكلية وناقشتها الدكتورة أميمة كامل كمحكم خارجي أستاذ الأنسجة والخلايا بكلية الطب جامعة بنها. حضرت الرسالة وفعلا استفدت كتير قوي منها. فعلينا لحد دلوقتي الاهتمام بالبردكوش البري ونخليه ضمن ان احنا نتغذى عليه لان ده هيحمينا من اثار ضارة كتير. دكتور ادهم طب يا ريت ننسى الجزء من مناقشة ادهم اللي هو الفيديو. دكتور ادهم السلام عليكم. صباح الله وبركاته دكتور مين ازيك يا دكتور حاتم اخبار حضرتك ايه؟ دكتور ادهم عمر سلام بنرحب بيك. الله يكرمك ازيك يا دكتور حاتم دايما حضرتك منور الشاشه ودايما البرنامج بتاع حضرتك هو المنصه اللي بتربطنا وبتربط الاسره المصريه بالطب البيطري وبتوعي الناس باهميه الطب البيطري ودايما حضرتك متالق ومتميز كالعاده. الله يخليك يا دكتور ادهم. طب يا ريت بقى كده في عجاله كده تقول لنا خلاصه الرساله بتاعتك عنوانها ايه الاول والتوصيات ايه في نهايه كلامك عشان الساده المشاهدين يستفيدوا منها. عنوان الرساله بالعربي هو الرساله بتاعتي كانت اللي هو التأثير الوقائي لعقار الفرنتين اللي بيحمي بيه الكليتين والكبد والخصيتين ضد التسمم بدواء السيسفلاتين. والسيسفلاتين دواء سرطان من اقدم ادويه السرطانات واكثرها فعاليه وكانوا بيستخدموه في انواع كثيره من السرطانات اللي بتصيب الانسان بمختلف الاعمار بالمرحله اللي هو البلوغ والاطفال وسرطانات الدم وكان عقار ناجح وكويس وكان الافكت بتاعه كويس لكن كانت مشكلته ان هو زي ما هو قوي على السرطان كان بيعمل مشاكل برضه على الخلايا والانسجه الطبيعيه فكانت دايما الابحاث ان الاتجاه بتاعها لكل الابحاث الجديده ان احنا ازاي نستخدم حاجات نديها مع فتره العلاج الحاجات دي تقدر ان هي تحمي الاعضاء وتحمي ان يحصل فيها مشاكل بسبب دواء السرطان وتخلي دواء السرطان تاثيره على السرطانات بس وتخلي الاعضاء الحيويه سليمه وان الانسان يقدر يكمل كورس العلاج بتاعه من غير اي مضاعفات وان هو يعني يبس على يعني نقلل المعاناه اللي بيتعرض ليها اثناء فتره العلاج الكيماوي
وربنا يا رب يشفي جميع مرضى السرطانات يا رب في العالم كله. امين. يعني كل هذا انا عاوز استفهم منك على حاجه، يعني ايه دواء السرطان ده والدواء المضاد للسرطان، هل ده بيضعف المناعه طبعا ولا ايه؟ هو بيضعف المناعه، دي حاجه اساسيه. غير كده بيعمل مشاكل في الانسجه الحيه، اللي هي الانسجه الفايتال زي ما احنا بنقول، اللي هي الحيويه المهمه زي الكبد وزي الكليتين وزي الخفيتين. بيأثر على القلب، بيأثر على بعض الأعصاب، بيترسب فيها وبيعمل مشاكل ثلاث أعصاب وأعصاب طرفية وبيعمل مشاكل فيها. فكان إن إحنا ممكن نستخدم عقار أو أي بديل معاه في نفس فترة العلاج، ونقدر بيه إن إحنا نهرب من المشاكل اللي بتحصل ديت، ونخلي بس دواء السرطان تأثيره على السرطان بس، ونحافظ على الأعضاء ديت سليمة عشان ما تختلش الوظائف بتاعتها، ونوصل بيه بره الأمان من غير مشاكل يعني. طب يا دكتور، هو ال كارنتين ده يعني ده سبق مثلا ولا اتعمل قبل كده ابحاث عليه؟ لا، ده كان اتعمل عليه ابحاث في حاجات، بس طبعا الكومباينيشن باختيار فاكتورز جديده ان احنا نقدر نقيس بيها مدى فعاليته ومدى شغله بطريقه احسن. لا، ده كان شغل جديد. الجرعات كانت برضو حاجه جديده، احنا بنجرب بروتوكول علاج جديد. حضرتك عارف طبعا ان كل علاج له اكتر من بروتوكول علاج. لا، احنا كنا بنجرب بروتوكول جديد بماركرز جديده نشوف تاثيرها ازاي، وكان ما شاء الله الحمد لله كانت النتائج جميله، وربنا وفقنا، وكانت حاجه حلوه، وكانت بحث يعني حتى ناشرين منهم بحثين دوليين، واحد في امريكا وواحد في باكستان، وما شاء الله يعني كان شغل كويس، وكانت ثمره تعبنا خير يعني، وكانت مميزه الحمد لله. طب يا دكتور، انا لما حضرت المناقشه لقيتك كسبت المكان اللي كنت بتلقي منه، ورحت تقبل الدكتور محمد حافظ ابو بكر، فمش عارف اشمعنى يعني دكتور محمد حافظ ابو بكر يعني. الدكتور محمد حافظ دوت، لو هقول عليه بس لفظ سريع كده، هو انسان ومعلم واب بجد، هو مثال للاستاذ الجامعي والباحث والعالم. ساعدني كتير وعلمني كتير، وكل اللي انا وصلت له دوت بفضله بعد ربنا سبحانه وتعالى. فهو له كل مني كل التقدير وكل الاحترام، ومهما كان ما اقدرش اوفي له اللي هو عمله معايا بصراحه، لانه هو بتؤمن ببيت الشعر اللي بيقول قم للمعلم وفي التبجيل كاد المعلم ان يكون رسولا. دي حقيقه، دي حقيقه. هو دكتور محمد حافظ علمني كتير على المستوى الشخصي، وهو اصلا كمان مدير فني لشركه ادويه كبيره، وهو انسان عالم وانسان اتعلمت منه كتير، وربنا يا رب يوفقه ونشوف اعلى من راسه يا رب ان شاء الله. طب يا دكتور، كتوصيه بقى، يبقى انت دلوقتي من خلاصه الرساله بتوصي دكاتره اللي هم بيعالجوا السرطانات يعني في بعض الاورام وكده، ان هم يستخدموا ال كارنتين مع الدواء الاولاني اللي هو الايه، ديسبتالين ولا اسمه ايه؟ ديسبلاتين. ده كده، ده كحاجه جديده ولا جرعه زياده ولا مده زياده ولا انا عاوز بالظبط بقى؟ بروتوكول مختلف. بالبروتوكول ده جرعه 200 ملي جرام لكل كيلو، ده بروتوكول جديد ياخده كل فتره، طول فتره العلاج بيقدر يحمي اللي هي الاعضاء الحيويه ديت، ويخلي المريض يعني يكون اقل معاناه واقل مشاكل عنده. فطبعا ال كارنتين دوت يعني سريعا هو كويس لمرضى الزهايمر، كويس للناس اللي عندهم مشاكل في الكبد، كويس للناس اللي عندهم مشاكل في الخصوبه. يعتبر العلاج الوحيد حاليا ان هو بيرفع الخصوبه وبيظبطها مع الزنك. وحتى في الناس اللي هي عندها الوزن الزياده برضه بيظبط الوزن، والرياضيين بيزود حرق الدهون وبيزود العضلات، الطاقه للعضلات. فهو عقار ممتاز، وننصح بيه اي حد كبير في السن، او اي حد عنده مشكله من المشاكل اللي احنا قلناها دي، او لا قدر الله عنده سرطان وبيتعالج بالكيماوي، انه دايما لازم يكون من ضمن البروتوكول العلاج بتاعه ان هو ياخد ال كارنتين، خصوصا ان هو حاجه طبيعيه وكلها فوائد يعني، مفيش منه مشاكل. حتى ياخدوا الاطفال وياخدوا الكبار من غير اي تاثير. طب يا دكتور، عندك فكره عن سعره؟ سعره في السوق المصري؟ هو سعره في السوق المصري في منه كبسولات بتبقى بحوالي حاجه 20 23 جنيه 24 جنيه، مش غالي. حتى الناس ممكن تاخده من غير ما يبقى عندها اي مشكله، كحاجه مضاد اكسده طبيعي يحمي من اي مشاكل، هو فيتامين اي. فهو حاجه لا غنى عنها للاطفال والكبار، وبننصح بيه الناس كلها في كل مكان ان هم يستخدموه. انا شخصيا بستخدمه، والبيت كله بيستخدمه. طب يا دكتور، من بعد ما حتى اشتغلت عليه وشفت النتائج بتاعته. يعني الحاج عمر سلام بيستخدمه يعني؟ الحاج عمر بيستخدمه. طب بقول لك يا دكتور ادم، بما انك راجل بتاع علم ادويه وكده، هو احنا عاوزين نقول برضو في العامة بيتكلموا بيقول لك الدواء ده مستورد، الدواء ده محلي، هل انت مع الاتجاه ده ولا حاسس ان الادوية في مصر برضو بحالة جيدة وان ممكن نعتمد عليها وكده؟
والله انا بحكم شغلي كباحث وشغلي كمان في شركه ادويه، انا في برضه في شركه ادويه كبساعد في الشغل معاها يعني واستشاري ليهم. الدواء المستورد بيكون احسن من الدواء المحلي في حاجات بسيطه، يعني الفروق بسيطه ونعم بيكون احسن شويه لفرق التكنولوجي وفرق الخامات، ولكن الفرق بيكون بسيط. يعني مثلا لو قلنا ده كفاءته 99% فالمحلي بيكون حوالي 90%، فالفرق بينهم مش اللي هو الفرق الفظيع اللي هو يخلينا لا نتجه للمستورد بس، لا المحل كويس والدولة متجهة ان هي تعمل مدينة الدواء دي، هتكون منارة كبيرة في مصر وفي العالم العربي لتصنيع الدواء، وهتعمل طفرة في الدواء وحتى تبدأ فيها مراحل تصنيع للقاح كورونا. فلا احنا داخلين على ثورة جديدة في الدواء والأدوية، وان شاء الله نشوف المنتج المحلي هو الأعلى ان شاء الله من المنتج المستورد في الفترة يعني القادمة كنت ان شاء لسه الله. أسألك عن مدينة الدواء وتوصيات الرئيس السيسي بأن الدواء المصري يبقى 100% بكفاءة الدواء الأجنبي، وإن احنا نتخلص من العقدة دي. بس أنت طبعا سبقتني وذكرت الإيه، المدينة، مدينة الدواء. ما احنا تلامذة حضرتك يا دكتور حاتم، انت تلامذة حضرتك. الله يخليك، الله يخليك يا دكتور. طب بالنسبة تحب تقول كلمة أخيرة للمشاهدين؟ والله انا حضرتك يعني انا بشجع حضرتك وبشد على ايد حضرتك وبشكرك على النافذة الجميلة وعلى النصائح الحلوة اللي حضرتك بتحاول تسري بيها للسادة المشاهدين، وبتحاول ان حضرتك تهتم بصحتهم وتهتم بيهم. وانا سعيد ان انا كنت مع حضرتك وسعيد ان حضرتك استضفتني، وبشكر حضرتك وبشكر اداره البرنامج الجميل ده اللي احنا كلنا بقى جزء من يومنا وجزء لازم ما يعديش علينا كل اسبوع غير ما نحضر الحلقه ونستفيد كل اسبوع بفكره جديده ونطور بيها من حياتنا. تمام دكتور ادهم، بنشكرك. واعزائي المشاهدين، هنطلع الفاصل ونرجع نكمل رسائل الماجستير اللي اتفقنا عليها. خليكم معانا. ورجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين متابعي برنامج بيطري بيور. في الحقيقه احنا كان المفروض نعرض كواليس رساله الدكتوره اسراء بقسم الرقابه الصحيه على الاغذيه بكليه الطب البيطري جامعه بنها، واللي كانت بتتكلم عن تحسين جوده اللحوم من خلال مواد حافظه والمتبلات وكده، بس ما قدرناش نوصل لها. فنوعدكم ان شاء الله الحلقه الجايه تكون معانا، علشان احنا وعدناكم ان انتوا معانا ان شاء الله تاكلوا لحمه مضمونه، ومحدش بقى ياكل كبده هوهو تاني. واتفقنا ان احنا حملنا على عاتقنا ان الدوله بتدينا كل يوم الصبح رغيف ب5 ساغ، احنا بنتعهد ان احنا كاطباء بيطريين وكمتخصصين في الطب البيطري ان احنا نخلي الشعب المصري يغمس الرغيف ده هو ببروتين حيواني صحي سليم صالح للاستهلاك الادمي، ويبقى بنتبع منهج غذائك دوائك.
غذائك دوائك. أعزائي المشاهدين تابعونا كل يوم 4 الساعة 8:30 على هواء الصحة والجمال. أترككم في رعاية الله وأمنه، وهذا حاتم باجات يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.